اوف هلا ارتحت. بتعرف انه المي هون باسطنبول بتريح الجسم وبتخلي الواحد يسترخي، خاصة إذا كان تعبان. شوي شوي، فاطمة نايمة، وطي صوتك. قالت لي إن امبارح ما نامت، المسكينة تعبانة. ليش شو مسهرها؟ شو بيعرفني؟ أختك بتقهرني كتير لما تعمل حالة بريئة. ها؟ ما في شي لمعي؟ شبه رجلة كمان؟ قالت لي صحبت بالحمام. قتلوا يلي ما بيخافوا من الله. هذا حدث سير. لا، هنن اللي قتلوه. دكتور لحظة، دكتور بترجاك تسمح لي نشوفه، لازم وضعه لآخر مرة. ما بيصير، أنا متأكدة إنه ما نو حدث سير، صدقني هنن اللي قتلوه. كان ماشي قدامنا ساعة بيسرع وساعة تانية بيمشي على مهل، فكرنا سيارته معطلة، وبعدها حاول إنه يهدي ويصف على اليمين بس ما قدر، كان كتير مأسرع لهيك ما قدر يتحكم بالسيارة. هذا الشيء اللي شفناه حضرة المساعد. طيب انتو ما لاحظتوا اي شيء غير هيك على الطريق؟ بلكي في سيارة كانت عم تلاحق على الطريق وعم تركض وراها. ما كان في سيارة غير سيارتنا. ست مريم، انت متأكد؟ حاول تتذكر، بجوز كان في حدا غيركم انتو عم يلاحقوا. اسمحي لنا ست مريم، تفضلوا على المكتب، بدي اخذ افادتكم. هذا هو شغله، بيت رجدان قاصدين يسكتوه لحتى ما يحكي. لا تتبلي العالم، لا تضطريني احبسك بعدين. بس هي جريمة مقصودة، ما أنا مجرد حادث سير. قبل ما يطلع تقرير الطبيب الشرعي ما فينا نحكي، كان في شهود وسمعتي شو قالوا. يا حضرة المساعد، بيت رجدان ورا هالشي. قلت لك حاجة تتهم العالم. ما أقول. بقية حياتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل. بعتقد إنه صار تجاه طلوع عم يسوق السيارة. قلبه ما تحمل اللي عمله هداك الواطي. عم يقولوا بعد حدا طلع بوشه بعد اللي صار. كان بيحبه تقولي ابنه. وبالنهاية سود لوشه قليل الوجدان، قاعد بحضنه وعم ينتف بدقنه. كان زلم كتير منيح وقلبه لله، الله يرحمه. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. ليش ماما ما اجت معنا؟ لا تتعبي حالك اختي، استندي علي، استندي. مستنى هون بلا ما نفوت. ماشي مثل ما بدك، مستنى. عم تطلعي شو في هدول؟ بعد لا تقرب، لا تقرب. اهدى اهدى، لا تخاف، لا يقرب منا. لا تخاف، ليكو راح. مسكي ايده للصبي، خاف يخطفوه. طمن، ماسك طمن. شو هالعجقة هون؟ والله بتخوف. هالسوق كبير مو هيك عمتي؟ ايه حبيبي. مش الحال مرتاحين، كنا صافين على الدور لهيك تأخرنا. تقولي يوم الحشر العالم فوق بعضها، صرنا ساعة ناطرين. لأنه تأخرتي، لو جاي بكير ما كنت استنيتي كل هذا ميسر. شو نحنا كنا عم نتسلى لمعي يعني؟ اسمعوا على هالحكي، ما رحنا على الدكتور واستنينا النتيجة بالمخبر. اشتريتوا الأدوية؟ ايه اشتريناها، أنا جبت لها إياها. لكان يلا خلونا نتفتل باسطنبول، أنت بتعرف أكتر منا، يلا فتلنا شوي يلا. اسمعي نحنا مو جايين لهون لحتى نتسيرن. نحنا منعرف منيح شو سبب جايتنا لهون، لا تفلسف علينا. وما فيك تتركنا قبل ما تأملنا شي مطرح، عم تفهم؟ انت مجبور فينا. انت فيك تمشي؟ تقدر تمشي؟ خلص خلونا نروح من هون. ما عندك حزة، امشوا.
امسكي صبي منيح. ميسر خليكي ورانا لا تضيعي. اطلع قدامك اطلع. روح الله معك ابني، الله يبعد عنك ولاد الحرام يا رب. لا تزعلي مني امي. الله يوقف معك وينور طريقك. انا بتحمل كل شيء كرمالك حبيبي، بس المهم انه انت تكون كتير مبسوط وبالك مرتاح ورايق. لا تاكلي امي، ديري بالك على حالك، لا تشغلي لي بالي عليكي. بابا أنا جاي معك على الكراج لوصلك. حيان جاي معي. لا تقطعنا يا ابني مشان الله. طمن بابا. دير بالك على شغلك منيح وبعد عن مشاكل يا ابني. لا ترجع لموضوع البنت. وعدوني إنه يدبروا لي فيزا لبرا، رح سافر على أوروبا. الله يسر لك يا ابني. تسلم. يلا بسرعة لنلحق الباص. يلا خاطركم. الله معك ابني، الله يفتح بوشك ان شاء الله وييسر لك امرك ويبعد عنك ولادين الحرام.